بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ الأعمال الشيطانية. أتمامنا ولله الحمد الأعمال الشيطانية وشرعنا في أعمال القلوب. قلنا في أعمال القلوب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمور مهمة جدا. المحبة وفقك الله لما أحب. محبة تنقسم أقسام المحبة ثلاثة أقسام: محبة مع الله شرك أكبر، محبة لله وفي الله من أوثق على الإيمان، واجبة للعمل والعامل والأزمنة والأمكنة، عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، حسبي من الحب أني لما تحبه حب. قلنا أن ابن القيم رحمه الله يقول أن الأعمال كلها مبنى على المحبة، وقال رحمه الله: قضى الله القضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله سبحانه وتعالى أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، وكل من قدم خوفه من شيء على خوفه من الله خوف الله به. هذا الباب مهم جدا، لأن العبادة سيأتي معنا تعرف باعتباره، باعتبار العمل وباعتبار العمل. باعتبار العمل كما عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهر والباطن. وبالنسبة للعامل التذلل لله بفعل الأمر واجتناب النواهي محبة وتعظيما، محبة وتعظيما. السائل لله قلنا لابد أن يجمع في السائل الله بين الخوف والرجاء. ولهذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أتى بباب المحبة ناسب أن يأتي بباب الخوف، ثم بعد هذا جاء بباب التوكل. وأخذنا التوكل وعرفنا التوكل أقسام التوكل. من يذكر لي تعريف التوكل أقسام التوكل الثلاثة؟ نعم، صدق الاعتماد على الله. صدق الاعتماد، يكون صادق في اعتمادي على الله، واثق وأخذ بالأسباب المشروعة. موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاء للبحر قال أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام: إنا لمغرقون، إنا لمدركون. مباشرة قال: كلا، صدق وثقة وأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الصديق رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى نعليه لرآه، قال: ما بالك باثنين، الله ثالثهم. واتلو عليهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الآية: واتلو عليهم نبأ نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، أي مقامي فيكم، وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت. ثم أرشد هؤلاء الكفار إلى أمره، قال: اجتمعوا، اجعلوا أمركم واحد، اجتمعوا عليه، واجتمعوا أنتم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، لا تخفوا هذا الأمر، لا، اجعلوا أمر ظاهر وهو قتلي، واقتلوني اليوم، لا تنظرون إلى غد. استطاعوا؟ ما استطاعوا. لماذا؟ قال: فعلى الله توكلت، ومن يتوكل على الله حسبه، أي كافي. بعض العلماء يقول لو لم يأتي في فضل التوكل إلا هذه الآية: ومن يتوكل على الله فحسبه، لكفى بها فضل، أي أن الله يكفي من كل أحد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عندما حصلت الهزيمة في أحد لحكمة أرادها الله، وابن القيم رحمه الله ذكر حكم مترتبة من هزيمة في أحد في زاد المعنى. راجع كفار مكة إلى مكة، لقي أبو سفيان رضي الله عنه كان يومئذ عن الكفر، لقي ركب جماعة من الناس، قال: إلى أين تسافر؟ قالوا: إلى المدينة. قال: أخبر محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه أن نعد العدة ونريد أن نأتي
ونقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن معه من المؤمنين. حرب وقلة عتاد وعدة وقتل. فجاء الركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وأخبرهم بخبر قريش والأحزاب الذين قال لهم الناس أي الركب إن الناس أي قريش قد جمعوا لهم الجموع فاخشوهم فزادهم إيمانا يقين بالله وأن جندنا لهم الغالب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ماذا صنعوا؟ آمر النبي عليه الصلاة والسلام على الفور بالاستعداد وقال حسبنا الله ونعم الوكيل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة رضوان الله عليهم ينتظر قدوم أحد من مكة لم يأتي أحد من صرفه؟ الله سبحانه وتعالى. فانقلبوا أي رجعوا خرجوا على حدود المدينة منطقة الله أعلم قال لها حمراء الأسد وكذا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. هذا حال الموحد عند الشدائد وعند الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حسبنا الله ونعم الوكيل قالها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليهم عندما قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار. فلا بد أن تكون هذه هي كلام الموحد عند الشدائد حسبنا الله ونعم الوكيل. فتح الله عليك. القسم الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضر صرف الغير لا شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار شرك أصغر. الثالث وكالة. هل يصح أن يقول توكلت على فلان؟ يصح يا رجل أين أنت؟ هل يصح أن يقول توكلت على فلان؟ أعوذ بالله. يقول وكلت أي فوضت فلان. لما توكلت ما يصح. هل يصح أن يقول توكلت على الله ثم على فلان؟ لا. وفلان لا صح من باب أول. فماذا يقول وكلت أي فوضت فلان؟ طيب. فتح الله. بعدها. أي باب؟ أفأمنوا مكر الله وقلنا لا يأمن جمع بين الخوف يجمع بين الخوف والرجاء. طيب بعد هذا الصبر صبر على أقدار الله صبر على أقدار الله. قلنا الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا أعلى من الصبر ورابطوا واتقوا الله تفلحون. لا قال لعلكم تفلحون حتى تكون بلا خوف رجاء. وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قالوا أبيت سهران وتبيت منعما وتريد بعد ذلك الحاقي يمكن؟ ما يمكن. نعم من طلب العلا نام الليالي وتغطى بالفراش وقال مالي ويأخذ الصفر ولا يبالي. نعم ما يمكن. هذه الدنيا دار عمل دار اجتهاد. نعم. طيب الصبر على أقدار الله هذا القسم الثالث. قلنا الأول على طاعة الله حتى تؤدى وعلى معصية الله حتى تجتنب وعلى أقدار الله حتى تؤدى. وذكرنا أن أحوال الناس عند المصيبة أربعة: متسخط بالقلب واللسان والجوارح كبيرة بل قد يصل أن يكون نوع من أنواع الشرك الأصغر. صبر واجب بإجماع الأمة بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أعلى منه رضا. هذا الراضي عنده النعمة والمصيبة سواء لأن قلبه ميت. لا لتمام رضاه بربه يعلم أن كل ما أصابه فهو من الله وكل ما كان من الله
خير. فالقدر ينزل عليه ونازل على سهل دائما، مفهوم؟ أما الشاكر أعلم. وضربنا لكم مثال، شيخ الإسلام في السجن يكتب رسالة لأمه، وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وما زلنا في ازدياد، وقد فتح الله علينا الفتوحات. هذا يقول في السجن. إذن في الخارج إيش يقول؟ المسجون أو المحبوس من حبس عن الله، من سجن على الرب حبس على الرب. نعم. طيب لماذا أتى بهذا الباب؟ ما الثمرة؟ ثمرة عند المصيبة تتذكر هذا الباب وتدخل على المبتلى مسكين ما تستاهل قطعت قلبي، لا تقرأ عليه الباب. عندي طالب في المدينة من دولة طاجكستان، خرجت أسماء القبول في الجامعة الإسلامية ولم يخرج اسمه، كانت مصيبة شاقة عليه. يقول لي جلست طيلة الليل ما استطعت، مصيبة صعبة. يقول أقرأ هذا الباب من كتاب التوحيد المرة الأولى الثانية الثالثة أسترجع إنا لله وكذا. يقول إلى أن طلع الفجر، صلى الفجر وذهب إلى الجامعة وقال أريد أن أقدم للعام الثاني، ما قبل في هذا العام، قال إلى العام بعد هذا. فقال له هذا الموظف في الجامعة، قال لا ما تستطيع تقدم في العام اللي بعد هذا. غضب، قال لي ما أنا ما قبلت في هذا العام. وإذا قال ما يمكن، أنت ليس لك الحق أن تقدم في العام القادم لأنك مقبول في هذا العام. قال كيف؟ قال اسمك موجود لكن هذا الإعلان خرج وما يعني طبع اسمك، والحمد لله تذهب وتكمل الأوراق وتأتي والحمد لله رب العالمين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله والرجل تصيب المصيبة فاعلم أنها من عند الله فيرضى، ومن رضي فله الرضا من الله ويسلم لأنك عبد. طيب بعد هذا فتح الله عليك الرياء، حكم الرياء السيرة فيها شكسها كما ذكر ابن القيم. من أخلاق من؟ أهل النفاق يراؤون الناس لا يذكرون الله إلا قليلا، قد يصل إلى الشرك الأكبر. علاج الرياء توحيد، دراسة توحيد، لأن دراسة توحيد تعظم الله، وعندما تعظم الله لا تبالي بأحد في دين الله كائنا من كان، صح؟ نعم. الثاني الدعاء، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا، صحيح؟ زيارة القبور فنتذكركم الآخر. نعم. ولا تطرح على بال أي الدنيا. الرابع عدم ترك العمل خوفا من الرياء، لأن الشيطان إما أن يوقعك في باب الرياء أو يوقعك في باب ترك العمل، مفهوم؟ نعم. فتح الله عليك. بعد هذا الباب أخطر من باب الرياء، وهو باب من الشرك إرادة المرء بعمل الدنيا، أن يريد الدنيا بعمل الآخرة، كمن صلى بالناس حتى يأخذ راتبه، وكمن كذا وكذا. كيف يعرف إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط؟ وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في الحديث إلى قسمين، قسم هم الدنيا وصار كالعابد لها، تعس وانتكس دع عليه بالتعاسة والشقاء، نسأل الله السلامة عنه. وإذا شيك أي إذا أصابته شوكة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية. والثاني طوبى له، خرج بنفسه وبماله فاعلم أن يكون مشقة، لا تهم المناصب ولا المراتب، أثر العبادة ظهر عليه. نعم. أشعث رأسه مقبرة قدمه، فالأثر الناشئ عن العبادة إذا لم يكن فيه تكلف أجر على العبد. يعني الآن البرد هنا مثلا يتحمل هذا البرد في هذا المكان من أجل طلب العلم مثلا يؤجر،
نعم. طيب، وأخذنا أقسام الناس في هذا الباب، أن يريد الدنيا بعمل الدنيا. يريد الدنيا بعمل الدنيا حكمه جاهز، يريد الآخر بعمل الآخر أعلى المراتب، يريد الدنيا بعمل الآخر شرك أصغر، أن يريد الدنيا والآخرة بعمل الآخرة جائز بشرط أن يكون غالب همه الآخرة الدنيا، أن يريد الآخرة بعمل الدنيا مستحب. فتح الله بعد هذا الباب أخذنا أطاعة العلماء والأمراء في معصية الله، وقلنا الأقسام ثلاثة، أن يطيعهم في ذلك راضيا بحكم مساقطا لحكم الله، معتقد أن حكم هؤلاء مثل حكم الله وأحسن، اعتقد كافر حكم أكبر مخرج من المثل، وإن اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وقدم القوانين وكذا لهو في نفسه وحب رياسة منصب فهذا كفر أصغر، كفر دون كفر، موشك أن يقع في الكفر الأكبر، خطأ عظيم. الثالث جاهل، فهذا الجاهل يرجع إلى ما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. يا أخواننا هناك مسائل يعني اختلف فيها كبار العلماء، مثل مسألة العذر بالجهل، هل يعذر أو لا يعذر، ما هو الإشكال والتكفير وفلان قال وفلان عالم. ابحث عن إمام ذكرنا لكم بالأمس، إمام عالم تثق بدينه وعلمه، وخذ بقول يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن هذا الجهل إذا كان ناشئ عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم، أي أنه لم يفرق ولم يهمل ولم يقل المقتضي للتعلم، لا يوجد علم، العلماء عنده هناك في بلادكم يقول أن هذا هو الحق وهذا هو السنة، نعم وأفتوه بكذا وبكذا وبكذا، فهذا يحذر. وكثير أسئلة تأتي أنه عندنا في بلاد العلماء يأمرون بأن يصنع عند القبور كذا، وأنهم يصنع عند الموت كذا، وعند كذا كذا، والتمائم والودع وكذا وكذا وكذا، ما حكم هؤلاء الأشخاص؟ هل فرطوا؟ يقول لا ما فرطوا، هم يعتقدوا أن هؤلاء هم العلماء، ويعتقد أن هؤلاء أتقى الناس في هذه البلاد، وأخذوا بقوله، فهؤلاء يعذر. أما إن كان فرطوا وأهملوا وقام المقتضي التعلم، توفر الكتب وسائل الاتصال، وجد علماء، وجد من جاء ونصح وعلم، فهذا لا يعذر. ثم ذكرنا لكم أيضا أن هذه المسألة أي تكفير الأشخاص والحكم على الأشخاص هذا ليس لنا، وارتاح يا أخي، اجعلها لمن؟ العلماء، أرفع أمر هؤلاء للعلماء، كفر العلماء، كفر، توقف العلماء، توقف، لكن مو تسأل أي عالم، هيئة كبار العلماء الحمد لله، الشيخ الفوزان حفظه الله مثلا، عندك هيئة كبار العلماء، مفتي المملكة، نعم، وترتاح يا أخي، ما أسمع شيء، الله يفتح عليك. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسم الثاني، الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود الإنكار أو إنكار، إما تكذيب أو إنكار. أولا عرفنا توحيد الأسماء والصفات وأفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه، أي في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. معه شيء؟ نعم. تسجل فيه؟ إذن الأسماء والصفات توقيفية، يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، إذن لا مجال للعقل ولا الاجتهاد في إثبات الأسماء والصفات، يعني هذا الاسم ثابت لله أو غير ثابت لله، الرجوع للكتاب والسنة.
وذلك ماذا نصنع؟ نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي كل ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه. لا تأخذ سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونفي ما نفى عن نفسه، لماذا؟ لكماله سبحانه وتعالى. ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف، ما نحرر ولا نغير، من غير تحريف ولا تعطيل، تخلي والترك، تعطيل ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير التكييف، لا تقول كيف، كما قال الرجل لمالك الرحمن عرش استوى كيف استوى، لا، من غير تحريف ولا تعطيل، غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن الواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وبهذا تثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه. حدث الناس بما يعرفون، أورد المؤلف هذا لأن هناك من يأتي ويكلم الناس بأشياء لا يعرفونها. يعني هل يصح الآن أن يأتي إنسان وأول ما يبدأ به في تعليم الناس العقيدة الوسطية؟ لا. بماذا نحتاج؟ حدث الناس بما يعرفون. هل يصح أنه قبل أن يعرف معتقد أهل السنة والجماعة تبين ما عليها الرافضة وتبين ما عليه المرجع والجهمية؟ لا، تعلم معتقد أهل السنة أول شيء فشيء تتدرج. هل يصح أنه أول ما يبدأ به الحموية والتدمرية؟ لا، توسط بالواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم حما بالحموية، ثم دمر بالتدمرية. الله، دمر قواعد هؤلاء. نعم، هذا العلم له التسين هكذا، تتوسط بالواسطية وتحمي بالحموية، تتوسط ثم تحمي ثم تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمرية هذه. نعم، والله هكذا العلم، تدرج تصل، يبدأ بالحمية والتدمرية لا أسأل إلا إن شاء الله. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب. لماذا ندرس الأسماء والصفات؟ أشرف العلوم حياة القلوب، حتى ندعو الله سبحانه وتعالى بأسماء، حتى لا نقع فيما وقعت فيه الفرق الضالة، دخول الجنة من أحصاها دخل الجنة. هذا العلم، أي هذا الباب، باب الأسماء والصفات، لابد أن نسير في الدراسة فيه على طريقة السلف. كيف؟ الأول، لا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عنهم. أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بالله. إذا لا يمكن أن نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم. ومر معنا مثلا فيه هل الإنسان مسير أم مخير؟ بدعة، لم يسأل عنها الصحابة، كما سأل هذا الإمام مالك رحمه الله، الرحمن عرش استوى، قال كيف استوى؟ قال أخرج الرجل فإنه مبتدع. الغرض، لا بد أن يكون الغرض من دراسة هذا الباب الأسماء والصفات هو تعظيم الله سبحانه. هذا الباب باب مهم جدا، لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام، بل بينوا للناس، كذلك الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا يأتينا بإذن الله تعالى زيادة التفصيل في العقيدة الوسطية. بعد هذا المؤلف رحمه الله تعالى جاء بأطول قسم في الكتاب،
على ما قسم مناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف رحمه الله تعالى على الشرك الأصغر لأنه خفي، وركز على كفر النعمة وقليل من عبادي الشكور يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا كله بسبب النعمة. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا القسم الله أعلم بعد صلاة المغرب. أعرف بقي وقت، نعم بقي ساعتين، كم بقي على الوقت؟ ساعة عشر ما شاء الله. طيب نعم أعرف أنا. طيب في أسئلة في الاختبار، اختبارات غير معلومة نذكرها الآن، الذي يحب يكتب يكتب الآن، ما عندنا الآن اكتب، هات القلم هات الدفتر هات الأداة اللي تريد.